أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما مننت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات
وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة أن توفنا غير مفتونين ونسألك حبك ونسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك وحب عمل يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة إلى طريقك هديتنا فلك الحمد كثيرا كما تكرم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب وجامعهم ليوم الحساب سبحان العزيز الوهاب سبحان الغفور التواب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم إنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال العبد المذنب الذليل أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم لا تشوه خلقنا بالنار اللهم لا تشوه خلقنا بالنار يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا يا كريم أكرمنا يا مغيث أغثنا يا غفور اغفر لنا يا تواب تب علينا يا أكرم الأكرمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويحرم حرامه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسكننا به الظلل، وزدنا به من النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند القيامة من الآمنين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، يا غفور يا ودود. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يا ربنا كن معنا يوم مفارقة الأحباب، اللهم كن معنا يوم نفارق الأحباب، اللهم كن معنا يوم يتخلى عنا الأهل والأقارب والأولاد، اللهم كن معنا يوم نوضع في التراب، اللهم كن معنا يوم القيامة والحساب، اللهم كن معنا يوم القيامة والحساب. اللهم يا أرحم
أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها، اللهم ثبتنا عليها، اللهم أمتنا عليها، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اجعلنا عند الموت والقيامة من الآمنين، ولا من رحمتك من القانطين، ولا من عفوك من الآيسين. إلهنا 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 وربنا ومولانا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقامت القيامة بأهوالها، بأي قدم نقف بين يديك وبأي عين ننظر إليك وبأي عين ننظر إليك وبأي لسان نعتذر إليك وبأي لسان نعتذر إليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا إنا غارقون في الذنوب ورضاك عنا غاية المطلوب، لا شك أنها مهما بلغت ذنوبنا أنت مزيل. ربنا أتيناك بذنوب كثيرة وأخطاء عديدة وأعمال مشوهة، ببابك وقفنا، ببابك وقفنا، ومنك رجونا ورحمتك رجونا، ولن نضرح بابك حتى تغفر لنا. يا الله يا الله يا رحيم يا كريم يا حليم يا حليم يا لطيف يا خبير يا غفور يا غفار يا غافر يا تواب يا تواب يا فتاح يا عليم يا سميع يا بصير يا بصير يا صمد يا صمد يا صمد يا حنان يا منان يا ودود يا ودود
يا ودود يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. يا خبير يا خبير يا جليل يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا رازق يا رافع يا خافض يا خافض، يا محيي يا مميت يا معيد يا حسيب يا حسيب، يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك، يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا متكبر، يا صبور يا صبور، يا أرحم الراحمين، يا خالق يا بارئ، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا باسط اليدين بالرحمة. إلهنا أغلقت الملوك الأبواب وأوقفت عليها الحجاب، وخلا كل حبيب بحبيبه، وقلوب العارفين تأبى إلا حبك. يا من إليه يلجأ التائبون، يا من إليه يلجأ المذنبون، يا من إليه يلجأ المقصرون، يا من يكشف الضر عمن دعاه، يا من يكشف السوء عمن ناداه. إلهنا كم من مرة عاهدناك على التوبة ثم نكثنا، كم من مرة عاهدناك على التوبة ثم نكثنا. إلهنا اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم ارحم الليلة دمعنا، اللهم ارحم الليلة دمعنا، اللهم ارحم الليلة دمعنا، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته. يا أكرم الأكرمين، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقيامنا، وتبتلنا وتبتلنا وتبتلنا، وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتوبتنا وتوبتنا،
نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلح أحوال أمة محمد في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يا قادر يا قادر يا جبار. اللهم سفكت الدماء، اللهم سفكت الدماء، ولم يرحم الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم رحمة من عندك تغنينا وتغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم يا أرحم الراحمين. إلهنا ربنا ومولانا، اللهم ارحم من رأس مالهم الدعاء. اللهم لا تعذب من سلاحهم البكاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.